بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة اجتمعنا وعملنا أول مؤتمر باكورة عمل لجنة المرأة في الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام. طبعا الهيئة كان لها دور كبير في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا بدورنا كنساء قلنا لازم نشارك، النساء شقائق الرجال، فقلنا نشارك في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض وتم الدفاع عنه من قبل النساء، واجب علينا إحنا كنساء نقوم وندافع ونتكلم ونقول اللي سجنت واللي قتل ابنها واللي تهدم بيتها واللي اتجرجرت في الشارع وتتشال حجابها، كل الكلام دوت إحنا هنا كنساء نقول نحن معاكم وبنأيدكم. وكان المؤتمر ده عشان كده سواء في الهند أو تركستان سمعنا يعني ما يعني تدمي لها القلوب. نحن نحارب ليس لأننا يعني ترك ولكن لأننا مسلمات، فواجب علينا احنا كمسلمات ان احنا نقوم وندافع ونتكلم ونقول ان احنا معاكم، ولو نأيدهم ولو بكلمة ولو بدعم، ده يعني جهد المقل. ان شاء الله ببشركم ان بداية المؤتمر دوت بداية اعمال تانية جاية كتير، في ان شاء الله ورش عمل حتى نطبق ما قلناه في البيان الختامي، معركة الوعي وكيفية نشر وننزل على ارض الواقع ويرانا النساء والامة كلها. المرأة هي نصف المجتمع وتربي المجتمع الاخر، فالمرأة هي المجتمع كله، ان صلحت صلح الدنيا كلها. وده منهجنا، نمشي على الكتاب والسنة بما قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، اولو العرفان، على النهج الصحيح، نهج اهل السنة والجماعة. النقطة التانية اللي احنا حبينا ان احنا نعملها طبعا المقاطعة، مقاطعة الكل، مش احنا، الصين هي اللي محتاجانا، الهند هم اللي محتاجيننا، احنا السوق المستهلكة الحقيقية. فما نقاطع من يسيء لنبي الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، هم ما يعرفوش مين النبي، هم ما يعرفوش مين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا هنا النهاردة بنقول تعالوا اعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنهج الصحيح وبالقيمة الحقيقية، وحبوا النبي زي احنا ما بنحبوه، حبوا النبي زي احنا ما بنتمنى نراه، حبوا النبي زي ما احنا شايفينه. وان شاء الله بإذن الله بداية المؤتمر دوت تبقى باكورة عمل لنقطة واحدة فقط، من هو رسول الله. احنا ان شاء الله هنعرفكم بإذن الله بالحسنى والوعظ الحسن من هو النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة دعم وحب وتقدير ومشاركة لنساء المسلمات في الهند وتركستان، احنا معاكم هنا بقيكم. والله ومش بس النساء دول، ده كل نساء العالم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسطية بالحق وهي تنير.